مساء الخير مشاهدينا، مشاهدين برنامج بيور فيت. زي ما عودناكم بيور فيت بيكون معاكم كل اربع الساعه 5. انا آية الجيار ودكتور حاتم بهجات مدير تحرير مجله بنها الطبيه البيطريه للتعرف على خبايا واسرار عالم الطب البيطري. مساء الخير يا دكتور حاتم. مساء الخير. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اول حاجه معانا النهارده معانا بنوته اسمها نور من قريه كفر ابشيش محافظه المنوفيه. نور من 6 شهور متغيبه عن البيت، محدش عارف اذا كانت مخطوفه، هل حد خطفها عشان يتسول بيها، ولا اتقتلت عشان يتسرق اعضائها. يا ريت المخرج بس يحط لنا صوره نور على الهواء. نور يا جماعه اللي يعرف يوصل لها او يعرف اي معلومات عنها يتصل على تليفون دكتور حاتم 010-15-20-14-7 او 012-88-38-99-43. صوره نور معانا. يا ريت يا جماعه ربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا. اي حد يوصل لنور يتواصل مع دكتور حاتم وربنا يقدرنا على فعل الخير. المشكله اللي ان انها اتخطفت من قدام بيتها، يعني ده اللي يقلق. يعني الريف اللي كان مصدر الامان وكده بقى في خطف وناس كده ضميرها اول حاله في القريه بقى لها فعلا اكتر من 6 شهور، حوالي 8 شهور، وكل البلد تعاونت وعملوا تمشيط للجناين والحكومه كلها، والشرطه ما يعني ما وفرتش جهد وكانوا متواجدين عندهم على طول. انما هو بقى الجريمه وانعدام الضمير اللي هو تلاقي واحد يعني زي طفله كده يقتلها عشان يبيع اعضائها ولا يتسول بيها ولا يحرم ابوه وابوها وامها منها، يعني ده ما عندوش مشاعر ابوه ولا مشاعر امومه كتير بقى دلوقتي يا دكتور انتزع منه كده عشان يعني كده عشان كده جت فتره الناس اتكلمت في حياتي. نبدا منين من نفسنا. لا يا بص هقول لك، استاذنك بس بدون ما بقاطعك، انا دلوقتي شفت طفله صغيره مع واحده ست بتتسول بيها، اصورها اتحقق اشوف اذا كانت دي بنتها فعلا ولا لا. نبقى ايجابيين يعني. بيبان اكيد إيجابيين. طبعا عشان كده بقول لك ابدا بنفسك. لا بس انا بقول ايه دلوقتي في الاخر خالص كاند ريزلت، مين اللي هياخد الاعضاء دي؟ دكتور يعني اللي قسم اللي حلف القسم اليمين بتاع المهنه، وهو ده اللي بياخد بيتاجر في الاعضاء، ما هو ده اللي بيشجع اللي بيخطف. خلاص في دكتور رضي ان حد يجي له حاجات كده الليجل ومخطوفه وكلام من ده؟ ما ينفعش، ما يبقاش دكتور وملائكه رحمه هم اللي يعملوا كده، لان هم دول في النهايه هو اللي هياخد الاعضاء. لو ما حدش لو هم ما لقوش حد ياخد منهم الاعضاء دي ولا في بنك الاعضاء. هو انا مش عارفه، هو اللي بيسرق اعضاء طفله ده زي اللي بيسرق اعضاء كبيره بنفس الاستخدامات، يعني بياخدها يعمل بيها ايه؟ لا هو ده دلوقتي ده الدور بتاعه، يخطف طفله ويديها لهم خلاص كده وياخد فلوسه ماشي، وبعدين دكان بقى ياخدوها بيقتلوها وياخدوا اعضائها، فاهماني؟ فاذا مين اللي هياخد؟ الدكتور، هو الدكتور اللي بيعمل كده. يعني دي بقى علامه استفهام كبيره جدا. نيجي نقول ايه، طب التانيين يعملوا كده ليه وقلبهم مات ليه؟ من المخدرات والادمان. ما هو ده المدمن ده ممكن يعمل اي حاجه، يعني ممكن يسرق مثلا الدهب بتاع امه او كده او اي حاجه عشان ادمانه، فبالتالي يقدر يعمل كده علشان طبعا مدمن وعشان ما فيش مقاومه للادمان ولا المخدرات، او لسه الناس ضميرها غاب او مات. طفله 7 سنين، ربنا يوصلها لاهلها بالسلامه. يا ريت اي حد يلاقيها يتواصل معانا وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. معانا مداخله، يا ريت الاعداد يجهزوها، عن العائدون من الصين. دكتور مروان الفقي وزوجته ساره عادوا من الصين لسه من وهان. يا ريت يا جماعه الاعداد يتصل بيهم عشان عايزين نعرف كواليس رجوعهم. وهان طبعا هي المدينه الصينيه اللي ظهر فيها فيروس كورونا واللي كان انتقالهم من الخفافيش، وعشان طبعا العادات الغذائيه اللي هي مش كويسه. طبعا مروان والدكتوره دكتور مروان الفي والدكتوره ساره زوجته عندنا في الكليه، في كليه الطب البيطري مشتهر. كانوا عايشين هناك يا دكتور ولا كانوا عايشين هناك؟ مهمه علميه بيعملوا ابحاث وكده بعد الدكتوراه، عشان في امكانيات في الصين احسن من عندنا، ده اللي بيخلينا نضحي باولادنا ونخرجهم. انما لو في امكانيات وفي دعم للبحث العلمي رجعوا كويس رجعوا بقى عشان الصين. رجعوا بس كانوا هيموتوا، يعني خايفين، يعني احنا عمالين نبعت لهم رسائل. ايوه طبعا طبعا. فهم رجعوا بالسلامه وقعدوا 15 يوم في الحجر الصحي في مرسى مطروح، وافرج عنهم طبعا بعد ما اتاكدوا ان هم ما كانش في مرض عندهم كده. وانا كنت حاولت ان هم يحضروا معانا النهارده،
بس طبعا تعبانين ومجاهدين يعني من السفر وكده، فايه فقالوا انا اكتفي بالمداخله في يعني. ابحاث بتتعمل عن الطب البيطري في الصين؟ ايوه طبعا، ده الصين مثلا الابحاث على الاسماك عاليه جدا. الاسماك؟ الاسماك اشمعنى؟ ما هو بص، في واحد كان عارض، كنا عاملين مؤتمر مصر صيني مشترك في جامعه بنها من سنتين، ففي واحد شغال في امراض الاسماك ورعايه الاسماك وانتاج الاسماك يعني، كاتب كده عنوان جانبي شد انتباهي، وهو الفيد تشاينا، مين اللي هياكل تشاينا؟ يعني طبعا الصين عدد اكتر من مليار ولا مليار ونص، مين اللي هياكل ده كله؟ فاذا المزارع السمكيه والاستزراع السمكي وصيد الاسماك دي بيتعمل ابحاث عشان نزود الثروه السمكيه. ايوه طبعا، عشان طبعا الشعب عدده كبير جدا لازم يا وكلهم دكتور بيشتغلوا. الابحاث دي تطلع للنور واحنا ناخدها ونستفيد بيها عشان يعني مجال الحياه يمشي. اكيد اكيد طبعا، وده هدف من اهداف بيوربت. ايه تاني ابحاث اتناقشت مثلا واحنا خدناها منهم؟ لا بس اقول لك على حاجه، يعني احنا طبعا احنا طبعا الصين عملت طفره في الصناعه وغزت الاسواق العالميه وبتنتج حاجات اتحسدت يا جريت. دكتور خلاص خدت الكورونا لا قعدت لا مش ما هتقول. اقصدش يعني، هي اشتغلوا الناس، اشتغلوا وقدروا العلم وكلهم بيشتغلوا يعني. انا اسمع من الناس اللي راحوا، انا ما رحتش طبعا ومش هروح عشان كورونا، اسمع منهم ان مثلا ايه، وفي المصنع الناس بتشتغل، الوزير جاي يخش المصنع بيتابع، ما حدش بيبص له، كله بيشتغل. انت زي في وزير وما بتلتفتلوش، بيقول لك اصل انا مطلوب مني كذا قطعه، لو ما عملتهمش في طابور بره واقفين مستنيين فرصه عمل. تمام، معانا دكتور مروان الفقي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ طمني عليك وعلى صحتك. لا احنا الحمد لله زي الفل، تمام الحمد لله. قول لي يا دكتور بقى الكواليس اللي حصلت معاك، احكي لنا. طب انا عايز بس امسي على استاذي دكتور حاتم، ازي حضرتك يا استاذنا؟ الحمد لله، مساء الخير يا دكتور مروان، والحمد لله على السلامه ونورت مصر. الله يسلمك. كان نفسنا تكون معانا والله. ريحت قلبنا لما رجعت انت والدكتوره ساره والاولاد وبقيه الزملاء. الله يكرمك يا استاذنا، تسلم يا رب. الله تسلم. يخليك. انا والله لولا بس الظروف الجويه وكده، وفي ناس قرايبنا بتيجي تزورني وكده، فما قدرتش اجي يعني. الحمد لله على السلامه يا فندم، الحمد لله على السلامه. الله يسلم احكي لي حضرتك. الله الكواليس. يكرمك. انا كواليس بالظبط، اصل هي كواليس كتير قوي هنا من والترين انا عايزه من البدايه كلها كلها من وانت في الصين، ايه اللي حصل؟ عرفته بالفيروس ازاي؟ القلق اللي عشته فيه؟ والله احنا كنا عايشين طبيعي خالص في شهر 12 اللي هو اللي فات ده، 12 2019. فبعض احنا طبعا بنقابل بعض في الشوارع وكده او في المعامل، فبدانا نحذر بعض. في دكتور محمد فرحات، محمد فوده ده يعتبر يعني من اقدم الناس هناك في الصين وبيتكلم صيني وكده، فعارف معظم الاخبار. فقال لي يا مروان، انا والزملاء طبعا خلي بالكم في التهاب رئوي في الاطفال في الحضانه ومش عارفين سببه ايه، فاحتمال يكون انفلونزا خنازير او طيور او كده. ما كانش لسه حد عارف ان ده كورونا. لا لا لا، ما كناش نعرف وطبعا كان بالنسبه لنا برضو انفلونزا طيور او خنازير دي كارثه برضو يعني، طبعا هي تخوف برضو. طبعا فطبعا قلقنا شويه كده، بس ايه الدنيا مشيت واحنا نسينا، ومفيش اي اخبار اتقالت تاني على موضوع الانفلونزا ده. جينا في يناير، طبعا يناير دي في بدايه يناير من 17/1 بالتحديد ل 3 فبراير دي بيسموها اجازه الربيع عند الصينيين، ودي اجازه فيها الاعياد بتاعتهم واجازه مقدسه بالنسبه لهم. فطبيعي ان هم في الوقت ده معظم المحلات في الصين بتبقى قافله لانه بيروحوا يزوروا بعض وهكذا، والاولاد اللي هم في الجامعه بيروحوا يزوروا اهاليهم. فاحنا طبيعي ان احنا بنخزن بعض الاكل في الاسبوعين دول لان معظم المحلات بتبقى قافله. تمام، وبعدين؟ تمام. فجينا يوم 20، طبعا كنت انا بره انا والولاد عادي ما فيش مشكله. يوم 21 بدأوا يقولوا ان في فيروس اسمه كورونا، وفي حالات وفيات وفي اصابات وفي ودراما بقى، دراما رعب يعني طبعا كده، رعب انفجار حصل طبعا. الوضع بيتطور بطريقه بشعه يعني، بعد يومين بالظبط كل واحد يدخل بيته ما حدش يخرج. عملوا اعلنوا حاله الطوارئ، وقالوا حتى كانت الدراسه بعد 10 ايام علقوا الدراسه لاجل غير مسمى، ودي طبعا في الصين ما بتحصلش ان هم يعلقوا الدراسه لاجل غير مسمى، وطبعا كل واحد يلزم بيته ومحدش يخرج. احنا مشكلتنا احنا كعائلات طبعا ولادنا في وسطنا والاطفال مناعتهم ما بتبقاش زينا طبعا، فدي كانت الطامه بالنسبه لي والرعب والقلق. كناش نخرج خالص من البيت، ولو خرجنا بس يعني ايه خطوتين لازم نلبس. لو ممكن بعد اذن الاعداد والمخرج يعرض صوره مروان، كمل يا مروان. ف
بدأنا ناخد احتياطاتنا بقى، وبدأنا نشتري ماسكاتنا ونشتري الهاند سانيتايزر لتطهير الايد وتعقيم الايد وكل حاجه، والاوضه لازم تبقى ورم، تبقى دافيه. بدأنا نغلي ميه مع خل عشان يخلي الاوضه دافيه، عشان ده طبعا بيقلل نسبه حدوث العدوى شويه. طلعتوا ازاي بقى؟ طلعنا فين بقى؟ من بمصر. الصين. جيتوا مصر ازاي؟ ما هو صراحه يعني انا طلعت على قناه السي بي سي ونشدت الحكومه، يا جماعه احنا هنا كويسين، احنا المصريين كويسين. انا كنت واثق 1000000% احنا كمصريين كويسين، لان مجرد ما سمعنا احنا ما خرجناش. فنشدت الحكومه ان احنا كويسين، وزمايل وزملاء برضو نشدوا ان احنا كويسين يا جماعه قبل ما يحصل اصابه، لان كواليس الاصابه او السيناريو بتاع الاصابه حضرتك صعب. إصابة يعني هتروح المستشفى، ولو عندك برد عادي هتاخد المرض في المستشفى. طبعا طبعا. والصين يعني بيتعاملوا مع انت يا مروان اول ما عرفتوا بالمرض ده ما حدش اتحرك من بيته قفلنا الباب، يعني زي ما كنا احنا قاعدين في اوضه كده والباب مفتوح، رحنا قايمين قافلينه. ولا تجيب بس اكل ولا تجيب شرب ولا اي ما هو حاجه. اكلي بقى وشربي كان موجود، ما انا كنت الحمد لله مخزنه الحظ خدمنا، يعني الحظ خدمنا، هي الحمد طبيعي لله. احنا كنا مخزنين الاكل. هاي فطبعا بعد ما نشدنا الحكومه، السفاره طبعا كانت بتتواصل معانا. اول ما حصل الوفيات بدات تعمل مع لنا جروب وتحصر عددنا اللي موجود في المدينه دي اللي هي طبعا ووهان. مصر مش عمرها ما هتسيب ابنائها، يعني ابدا ابدا الحمد الصراحه لله هي دي السفاره هي اللي مصر. بادرت بالكلام ده، بادرت ان هي عملت جروب وحصرتنا وانتوا فين وعاملين ايه. وكل يوم كنا بنطمن بعض، مش كل يوم، كل ساعه سياده السفير كان بيدخل معانا في مداخلات، وكان بيكلمني شخصيا وبيكلم الناس شخصيا بجد بدون رياء. الراجل كان بيكلمنا بتليفونه شخصيا وبالتلت ساعه وبالنص ساعه، ويوصف لنا الوضع، ويا جماعه والجاليات لما الجاليات تخرج ان شاء الله احنا هنخرج. فرئيس السيسي طبعا خد القرار من حديد، ويا جماعه الناس دي ترجع. في خلال يومين بالظبط، يومين السفير بدأ يتكلم، جهزوا شنطكم، كل واحد يبقى معاه شنطه قد كده، بس احنا مستنيين ساعه الصفر اللي هي اقول لكم يا جماعه الطياره جايه في الساعه مش كذا. هترجع او الصين تاني يا مروان؟ والله لو الدنيا اتظبطت هرجع. انت كنت الدنيا بتعمل ابحاث هناك؟ ايوه انا كنت بعمل ابحاث، احنا رايحين عشان ناخد خبره الناس دي ونبدا ننقلها لبلدنا ونستفاد بيها يعني. لكن انا مش هروح الا 100% ان الصين توجد علاج وتوجد حل، ومنظمه الصحه العالميه تعتمده، ومصر تقول يا جماعه ان الوضع شاء الله كويس. ربنا يعني هي يشفيهم دي يا روح رب الباحث ويقومهم بقى، روح بالسلامه، المقاتل، ربنا روح يشفيهم الباحث ويقومهم المقاتل اللي بيقول بالسلامه. لك عبد السعداد يرجع تاني، لانه طبعا البحث العلمي على قمه اولوياته. فهي دي روح البحث العلمي. والحمد لله على السلامه يا دكتور مروان، ونورت الله مصر. يسلمك، الله يسلمك يا ريس، الله يسلمك، وتسلم كده وتعيش ومنور الدنيا كلها. الله يخليك، الله يخليك، الحمد لله على السلامة. وسلام على الله الدكتورة يسلمك، سارة والأبناء. الله يسلمك يا دكتور، الله الله يسلمك، يسلمك. تسلم يا دكتور، شكرا تسلم. يا دكتور، شكرا شكرا. شكرا يا دكتور، والحمد لله على سلامتك انت والأسرة كلها والمصريين كلهم، وربنا يشفي اخواتنا في الصين. معانا دكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري بالإسماعيلية. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، مساء النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. دكتور حاتم عايز تقول لها ايه؟ دكتورة داليا ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا دكتور حاتم، فرصة سعيدة جدا. الله يخليكي. طبعا احنا شايفين بقى العنصر النسائي بدأ يمسك مناصب قيادية، فعميد طب بيطري اسماعيلية دكتورة داليا منصور، استاذ امراض الدواجن دكتورة، بما والارانب. انك استاذ امراض الدواجن كلمينا كده عن الاستخدام الامن استاذ للمضادات طب الطيور الحيوية. والارانب فعلا، سلام. وكنت في الحمد لله مشاركة في مبادرة تطوير العشوائيات، والحمد لله جامعة قناة السويس حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية. دي كانت مبادرة إن الجامعة تقوم بعمل خدمة للمجتمع، مش بس كمان أبحاثنا تبقى تطبيقية لخدمة المجتمع، لكن كمان طول فترة الصيف بنقدم كل جهودنا لتطوير العشوائيات. قمنا بتطوير المدارس، المدارس التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد وأهدافها النبيلة. كمان عدلنا بعض الطرق والأرصفة، وزرعنا علشان نتحضر للأخضر بإذن الله. كلميني بقى دكتور عن الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية وبدائلها للحفاظ على صحة الإنسان. طبعا حضراتكم عارفين ان الاستخدام المضادات الحيويه الجائر ابتدى ياثر على صحه الانسان، وده دلوقتي اللي احنا المفهوم بتاعنا، ان احنا كنا مثلا الاطفال بالذات اول ما ياخدوا مضاد الحيوي الحاله بتتحسن. النهارده بنفاجئ ان احنا بنكرر استخدام المضادات الحيويه، وده كان ليه مردود في الطب البيطري ومجالاته، ان الاستخدام الجائر للمضادات الحيويه في الحيوانات بيخلي الميكروبات تكون مقاومه لمجموعات كبيره من المضادات الحيويه.
علشان كده احنا حاولنا الابحاث التطبيقيه ان احنا الاستخدام المهم وتحديد انواع معينه من المضادات الحيويه في مجالات الطب البيطري وما تستخدمش في البشري والعكس صحيح. الادويه المضادات الحيويه اللي بتستخدم للبشر ما تستخدمش تماما للحيوانات عشان نحافظ على العثرات انها تكون لسه المضادات الحيويه مقاومه ليها. الحاجه الثانيه ابحاثنا كلها بتلجا دلوقتي لاستخدام الطحالب البحريه كاضافات للاعلاف، ودي مجموعات بحثيه عندنا في الجامعه قايمه بيها. نستخدم بدائل للمضادات الحيويه باستخدام حاجات البروبايوتيك، يمكن احنا كلنا بنسمع دلوقتي ان الزبادي والبروبايوتيك دي اضافات بنحطها للعلايق وبنسميها الميكروبات الصديقه للبيئه والحاميه لصحه الامعاء والجهاز الهضمي سواء في الطيور او الحيوانات. طبعا احنا بنامل ان يكون ده الاتجاه بتاعنا، واحنا بنعمل ورش عمل ودورات تدريبيه مكثفه. طب ده بيوصل للمربي ازاي يا دكتور؟ الطب البيطري يا دكتور علشان نقول لهم لا للاستخدام الجائر للمضادات الحيويه. طب ده يعني انا عايز اعرف منك ده بيوصل ازاي للمربي بقى؟ يعني احنا عملنا بحث بنوصل نتيجه البحث ده وبنفهم المربي ازاي؟ اللي احنا بنقوله ده احنا شغالين عليه من 97 واوريدي بقت في الصيدليات البيطريه ما يسمى بالبروبايوتيك اللي بيتم اضافته للعلائق. احنا ما بنقولش حاجه جديده، احنا دايما بقى بنعمل توعيه للمربين عدم الاستخدام الجائر للمضادات الحيويه بالزبط. وده هيتاتى لما ترجع يعني نعمل ادراج ان الطبيب البيطري لابد ان يشرف على المزارع اشراف كامل ومتكامل لازم. ولا يرخص للمزارع الترخيص بتاعها غير لما يكون عندها طبيب بيطري مشرف عليها. المفروض. الحاجه الثانيه واللي احنا بنعملها ان احنا بناخد عينات عشوائيه ونتاكد هل المزارع دي بتستخدم مضادات حيويه استخدام جائر ولا لا، وبنحاول دايما نحافظ على لحوم الحيوانات خاليه من المتبقيات المضادات الحيويه. فاحنا بنقول باك تو نيتشر او الرجوع للطبيعه واستخدام البروبايوتيك ولا الاستخدام الجائر للمضادات الحيويه. دكتوره داليا حضرتك بالنسبه للاستخدام الجائر حضرتك تقصدي يبقى في ويزدرول قبل البيع او قبل الذبح؟ ثلاث حاجات يا دكتور، مش بس الويزدرول او معدلات السحب المضادات الحيويه، لا كمان ان انا ما استخدمش المضادات الحيويه زي ما كان بيستخدم في فتره التسعينات كجروس بروموتر او منشط نمو. احنا بنلجأ بقى للحاجات الاضافات الطبيعيه سواء الزيوت النباتيه او الزيوت العطريه، البروبايوتيك، البيتا جلوكان، السيد ويد، دي كلها اضافات. الطحالب البحريه ابتدى يتعمل مزارع دلوقتي للطحالب البحريه كاضافات للعلائق. يعني يا دكتوره بالنسبه لل قصدي حضرتك ما نستخدمش الانتي بايوتيك كبروفيلاكتيك او وقائي؟ احنا لا نستخدم المضادات الحيويه الا في الحالات المرضيه، ولما نستخدم المضادات الحيويه لابد ان نعمل اختبار حساسيه عشان نستخدم المضاد الحيوي الامثل. تمام. حضرتك عارف للاسف في حقن بتتحقن بيها بعض المزارع يعني اللي بيفتقدوا للعلم، مش هنقول الضمير، بيستخدموا مضادات حيويه يكون معدل السحب بتاعها 45 يوم. فاحنا لازم نمنع الاستخدام ده، ولازم يكون المضادات الحيويه اساسا في الصيدليات البيطريه تصرف، لان طبعا المزارع بتستخدم كميات كبيره، يبقى دايما لا تصرف الا بتاشيره طبيب بيطري، لان حضرتك عارف ان في ناس كتير داخله على المهنه ممكن باراميديكال البراميديكال اللي بيحصل ان هو بيستخدم ثلاث اربع مضادات حيويه ويخلطهم على بعض ويحطهم للفراخ، بيسموا الايه اللي ما يصيبش ممكن ينفيد. تمام. فلازم نرجع تاني للاختبارات الحساسيه، ولازم يكون في متابعه بيطريه على كل المزارع الدواجن. يبقى هي توصيات الابحاث يا دكتوره بقى اللي هي لازم تبقى عباره عن ريكومنديشن للمربي او انستراكشن وتعليمات للاثوريتيز او للسلطات، بحيث ان هي تتخذ اجراءات تنفيذيه تخلي المربيين يلتزموا بيها حفاظا على صحه الانسان. والله احنا شغالين على المجال ده، ودايما بنعمل ورش عمل داخل كليه الطب البيطري جامعه قناه السويس، وبالاضافه كده كمان بنوعي ولادنا الخريجين في مديريات الطب البيطري، بننتقل ليهم في مديريه الطب البيطري عشان نرفع لهم الوعي. واثناء التدريب الطلابي في فتره الصيف بتبقى في فرصه حلوه قوي ان المشرفين على الولاد بينزلوا المزارع بينزلوا اماكن التدريب عشان يوعوا اولادنا خريجين كليه الطب البيطري من الاطباء البيطريين باحدث نتائج الابحاث العلميه باذن الله. في تبادل طلابي بين اسماعيليه ومشطور، وفي عندنا طلبه من اسماعيليه منورين الكليه عندنا، يعني فهم في عينينا يعني واحنا بنتابعهم. شكرا دكتورة داليا منصور، وان شاء الله على تواصل تاني ونكلمك تاني.
معانا استاذ دكتور خالد العمري فاروق، النقيب العام للاطباء البيطريين. مساء الخير يا دكتور. نوري فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. قول لي بقى، الانتخابات قربت عند حضرتك صح؟ عند النقابه كلها. ايه الاخبار؟ اخبار الانتخابات ايه؟ يوم 27 مارس. هو طبعا في مسؤول عنها لجنه الانتخابات برئاسه وكيل النقابه العامه للاطباء البيطريين معالي النائب البرلماني المعروف دكتور البدر ديف، هو طبيب بيطري ووكيل النقابه العامه، هو رئيس اللجنه بتاعت الانتخابات. بالتوفيق. ومع طبعا مجموعه، وهم عندهم اشتراطات وعندهم قانون ولائحه يعني ملتزمين بتنفيذه، وان شاء الله الانتخابات ماشيه كويس لحد ان شاء الله. بالتوفيق. دكتور خالد مساء الخير. اهلا دكتور حاتم بيه، مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور حاتم. والله بقى احنا كنا طمعانين ان حضرتك تطلع معانا النهارده على الهواء، بس زياره رئيس الجامعه لكليه الطب بيطري القاهره اللي كانت متوقعه هي دي اللي خلت حظنا سيء، يعني ما نقدرش نستضيف حضرتك النهارده. سيادتك فوق دماغي، اهلا بحضرتك. حضرتك لازم توعدنا تجيلنا ضيف مره. بمشيئه الله ربنا يقدرني ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. حضرتك امنيات حضرتك ايه بالنسبه للنقابه يا دكتور؟ والله يعني النقابه العامه للاطباء البيطريين شهدت حركا قويا في الاربع سنين الماضيه، وليها المهنه ما شاء الله بقى ليها حضور مجتمعي. طبعا في موروثات قديمه صعبه ومشاكل صعبه جدا جدا، كل يوم بنحاول نجد حل لاحدى المشاكل، لان ده حاجات موروثات من سنين السنين. لكن انا شايف انه الحراك ده واضح جدا، مهنه ما كانتش ليها حضور بقى ليها حضور رغم اهميتها منذ زمن بعيد. يعني الطب البيطري حاجه مهمه، سواء للاقتصاد او لصحه الانسان او حتى لتطبيب الحيوان، انما ما كانتش الاول ظاهره. ناس كتير قوي ما كانتش تعرف يعني ايه طب بيطري، دلوقتي بقى في ما شاء الله انتشار قوي للمهنه، والناس بدات تسمع عنها وتفهم يعني ايه طبيب بيطري. برضه لسه بناخد وقت عشان ده موروث عند الناس، ثقافه مجتمع ما كانتش متربيه على انهم يعرفوا يعني ايه طبيب بيطري، وانه مرتبط بصحه الانسان واقتصاد الوطن، وانه بيقي الانسان من امراض مشتركه وخلافه، ده غير انه الحيوان نفسه كمان محتاج علاجات معينه. وطبعا مع انتشار ثقافه تربيه الحيوانات الاليفه في المنازل وخلافه، بدات الناس تبقى في احتياج لطبيب بيطري، فبدات تسال بدات تفهم. وهنا جانا في نفس التوقيت مع الحراك القوي والحضور المجتمعي القوي اللي حصل من نقابه الاطباء البيطريين، وزي ما حضرتك شايف ناس كتير قوي دلوقتي بقت متابعه اخبار الطب البيطري، صحافه واعلام، وبدليل ان حضرتك النهارده هو في برنامج عندنا، في برامج اخرى في قنوات اخرى، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. طبعا كمان الدوله بتستثمر بارقام كبيره جدا تعدت المليارات في الفتره الماضيه في مجال الطب البيطري او مجال الثروه الحيوانيه. وطبعا زي ما حضرتك عارف انه ثروه حيوانيه من غير صحه بيطريه بيبقى مشكله ومخاطر كبيره قوي بتقابل التربيه والحيوان، فلازم يكون في اهتمامات بالطبيب البيطري وبالطب البيطري والعلاجات المختلفه وخلافه. مع انتشار هذه المشروعات بيزيد الطلب على الطبيب البيطري، وبيزيد الاهتمام بمهنه الطب البيطري، وبيزيد اكتشاف يعني ايه طب بيطري، لان بيصبح المجتمع في احتياج لهذه المهنه وهذا الشخص اللي هو الطبيب البيطري. خالد، مع الوقت احنا واثقين ان المهنه هتتطور على يد المخلصين من ابنائها وامثال حضرتك. وبنسال حضرتك بخصوص بصفه ان حضرتك عميد كليه الطب البيطري جامعه القاهره واستاذ المناعه، تطمن ازاي الناس على فيروس الكورونا، وازاي يقوي المناعه بتاعتهم، او نقول لهم ايه؟ لا، هو طبعا الدوله ده امور خاصه بالتنفيذيين بالدرجه الاولى اللي هي وزاره الصحه والطب البيطري، لانه في الاصل هو فيروس طالع مصدره من الطب البيطري او الحيوان، الا انه في الاخر لازم اتباع الصحه العامه، مش بس كورونا او غير كورونا، ما لم ان حضرتك تتبع ارشادات الصحه العامه، البني ادم معرض لاي ميكروبات وخبر حضرتك، ولذلك الاهتمام الشديد ب يعني غسل الايدين والارشادات اللي هي التوعويه الاساسيه للصحه بصفه عامه، وخبر حضرتك ده نقطه اساسيه. كمان انك تبعد عن الاوفر كراودنس او اللي هو التجمعات الكبيره، الناس اللي هي برضو بيبقى عليها اعراض حراره او برد وحاجات من هذا القبيل تتجنبها الى حد ما. انا يا دكتور عندي برد، هو كده هيقوم يمشي بقى، استاذن ويمشي.
لا لا لا. طب انا عندي، انا كمان عندي برد على فكره. الموضوع مش سلام برد يعني، معناه انه كورونا يعني الموضوع، والدوله مهتميه وكل العالم كله مش بس الدوله. ربنا يسترها ان شاء الله. الموضوع مش يعني ما مش عايزينه يبقى قلق يعني، مصدر بانيك او حاجه زي كده، قد ما هو اهتمامات، وان شاء الله ربنا يسترها على الكل باذن الله ان شاء الله. دكتور خالد احنا بنشكر حضرتك، وعلى وقت ان حضرتك تشرفنا مره ان شاء الله في بيور فيت على قناه الصحه والجمال. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. ألف شكر. ونروح لفيديو عن المسرحيه، مسرحيه التعبانه والبنانه، مظبوط يا دكتور؟ التعبانه والبنانه. ماشي. نروح للمسرحيه ونرجع نفهم الدكتور ايه المسرحيه دي. ورجعنا تاني مع دكتور حاتم اللي منورني كل يوم اربع. كلمني يا دكتور بقى عن المشاريع المنتجه الفراخ.
كلمني بقى عن، ومعانا صور المخرج هيعرضها لنا، عن فراخ التسمين، الفراخ البيضاء. تمام، هي طبعا فراخ البيضاء او فراخ التسمين دي اسرع دوره لراس المال، اسرع دوره لراس المال، بمعنى ان ممكن ابيع الفراخ دي على 33 يوم وتكون وصلت 2 كيلو. شوف كتكوت بقى في 33 يوم يوصل 2 كيلو، وبالكتير خالص 38 يوم، والمتوسط 35. الفيديو على الهواء. تمام. اهو شايفين احنا الفخ ده، ده بقى المربي ده، انا اتكلم اتفضل يا دكتور. المربي ده عنده شقه فاضيه عاملها لحد من ولاده 90 متر، حاطط فيها 650 فرخه. طب وكده من غير التهويه لا لا لا، في تهويه وتدفئه، تهويه وتدفئه. يعني هل ده صحي؟ لا لا لا. هل ده امن؟ امن. ما هي الفرشه موجوده، الفرشه بتبقى نشاره وكده، وبعدين ادي شايفه الدفايه اهي، والتهويه الشبابيك، وفي داخل الشمس داخله المكان. الفراخ دي عمر 22 يوم. طب ده يتنظف ازاي يا دكتور؟ عمر لا، في الاخر بعد الدوره، بعد ال 33 يوم نحط فرشه من اللي هو نشاره خشب، بتمتص الرطوبه والحاجات دي الفتره كلها. وبعد ال 33 يوم بعد ما ابيع بشيل الفرشه دي وبطهر وكلام من ده. فدي دلوقتي دي واخده 690 متر، واخدين 650 فرخه، وفي عمر 22 يوم وصل وزنهم كيلو 100 جرام. في 33 يوم بيوصل 2 كيلو. دوره راس مال سريعه، ممكن تبداها بقى ايه من غير فلوس خالص، من غير راس مال. ازاي؟ ما يعتبروش اجل، يعني انا هبيع، ماشي، انا هبيع بعد 35 يوم. لو خدت فلوس، لو خدت الفراخ اجل، في ناس بيطلعوا كده، والعلف اجل، والدواء اجل، فهماني؟ بعد شهر ببيع وبسدد. ماشي؟ وفي ناس كتير يعني بقت لها رقم، التربيه المنزليه دي بقت لها رقم، وبتسد فجوه في البروتين الحيواني. شكرا طبعا دكتور حاتم. المزارع وكده يعني. شكرا دكتور حاتم، واشوفك الاربع الجاي انت وكل مشاهدين بيورفت. شكرا.